كان يعيش في بلاد حاكمها كافر فلن تفهم. يا أخي أنت تسأل، بعض الناس يسأل عن أسئلة ما لها حاجة أبد. البلاد، الإنسان إذا كان في بلاد كافرة هو يحتاج إلى أن يعرف المسؤولية التي تتعلق به ويؤدي هذه المسؤولية، أما بالنظر إلى حاكم البلد مالك علاقة فيه إطلاقا. الناس يتصور تصورات ما لها حاجة.